Yeah.
وهو يوافق 20 نوفمبر من كل عام بعد مطالبة الهيئة العامة للأمم المتحدة بتخصيص يوم الطفل في عام 1954 ميلادية. Not discrimination means that all children have the same right to develop their potential in all situations and at all times. For example, every child should have equal access to education regardless of the child's gender, race, ethnicity, nationality, religion, disability, parentage, sexual orientation or other status. 20 نوفمبر إلى إعلان حقوق الطفل في عام 1959 ميلادية، وكذلك ذكرى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تم التوقيع والمصادقة عليها من قبل 192 دولة حول العالم. العالم للطفل في كل عام شعار مختلف عن العام الذي يسبقه، فشعار اليوم العالمي للطفل 2023 هو مستقبل أفضل لكل طفل، حيث يحمل هذا الشعار رسائل لكافة دول العالم بأن حقوق الطفل أساسية ولا يمكن التنازل عنها. أمان وتأمين مستقبل الأطفال وطموحاتهم، ومن حق الطفل أن يعيش حياة حرة كريمة، وأنه بمعزل عن خلافات كافة الاتجاهات والمذاهب الدينية والفكرية. أهداف اليوم العالمي للطفل. سعت الهيئة العامة للأمم المتحدة من خلال تخصيص يوم عالمي للطفل إلى تحقيق العديد من الأهداف، وهي تعزيز روح التعاون والترابط بين الدول في مجال إنساني بعيد عن كافة النزاعات والخلافات. Child must be a primary consideration in all actions and decisions concerning a child, and must be used to resolve conflicts between different children. For example, when making national budgetary decisions affecting children, government must consider how costs will impact on the best interests of the child. التأكيد على حق طفل في التعليم عبر توفير بيئة تساعد على التحاق كافة الأطفال بالمدارس.